كم الاخطاء الطبيه بمستشفى العدان مقارنه بالمستشفيات الاخرى؟ ماشي وحاله حالات الوفيات. حسب تجربتي انا الشخصيه، خذيت جرثومه خبيثه، اخطر جرثومه مرت على فرنسا. مستشفى العدان اقدم مستشفى بالكويت مع الاسف، واكبر واسوا مستشفى الان. حبيبتي انا دريت ان انت اصبتي بجرثومه. نعم. انا 2011 ابوي اصيب بهذه الجرثومه في قسم الباطنيه. هو اصيب بهذه الجرثومه للاسف، اول شيء ما قالوا لنا. اخر شيء قالوا لنا بعد ما يعني زاد المرض فيه. وفقدت وايد من اهلي، يعني السنوات هذه كل مره نفقد انسان عزيز علينا. يا اخي حرام عليكم، اتقوا الله. يوم من الايام هذه امك، هذه اختك، هذه بنتك، انت هذا موقفك؟ يعني متى يحس الانسان بالامانه بالمسؤوليه؟ شيء غريب عجيب. يعني في ناس دشت العناية المركزة كانت تتكلم ما فيها شيء، انتكست إلى المقبرة وما في حل، يقولنا ما لها علاج. يستخدمون مضادات كل يوم، مضاد. هي على فكرة مضادات. أم القيس فعلا علاجها صعب. يعني أنا مستشفى الفرنسي راح سووا أوردر على نوع معين من الأنتيبيوتيك، هو الوحيد في العالم اللي يقدر يكافحها، وسعره غالي جداً، وتكلف. نعم. تكلف سعر حكومة دولة الكويت حتى أسوأ مستشفى. الفيروس من وين جاء؟ احنا عندنا مشكلة حقيقية في المستشفيات. نعم. أه بس احنا يعني الأوادم هذه أرواح. صحيح. عرفتي؟ فلازم يشوفوا لنا حل. ليش كثرة الأمراض مستشفى العدان؟ زين الوالد شلون تشافى ولا توفى من الجرثومة؟ لا توفى، وايد من أهل خوالي راحوا وتوفوا. الله يرحمه. الله يرحمه. أم زوجي، أخو زوجي. الله يرحمهم جميعا. يعني وايد قاعد يتوفون يعني، والسبة هذا العدوى. إذا المستشفى هذا فيه وباء سكري.